لقمة العشرين أجندة واحدة ثابتة تناقش القضايا التي تهم العالم كالمناخ والاقتصاد والتعليم والصحة والملاذات الضريبية والطاقة وغيرها، وأخرى متغيرة تناقش الأزمات التي طرأت على الدول الأعضاء للسعي إلى حلها. من هنا كانت اللقاءات الثنائية والجانبية بين الزعماء أبرز محطات قمة روما للعشرين الكبار. الملف النووي الإيراني كان حاضرا في لقاء جمع الرباعية الدولية والذي دعا طهران إلى تغيير موقفها من أجل العودة السريعة للمفاوضات. ماكرون التقى برئيس وزراء الهند والرئيس الأرجنتيني، بوريس جونسون التقى برئيسة المفوضية الأوروبية، ولقاء بايدن بماكرون ودراغي، ولقاءات كثيرة أخرى جرت بالتزامن مع مناقشة القضايا المصيرية. نتائج الاجتماعات الثنائية المقترنة بالقمة ستكون مهمة للغاية في تحديد مسار الأزمات الدولية في الفترة القادمة، إما من ناحية التصعيد أو من ناحية التهدئة. قمة روما أخذت على عاتقها مجابهة كوفيد-19 عبر السعي إلى دعم توفير اللقاح للدول النامية وتجفيف الملاذات الضريبية، فضلا عن حماية المناخ. هذا الملف الذي يعترف الجميع بصعوبة تحقيق تقدم ملموس فيه على المدى القصير. من الوباء إلى تغير المناخ وفرض الضرائب المنصفة، القيام بها على حدة ليس خيارا، علينا أن نتجاوز كل خلافاتنا وعلينا إعادة بث الروح التي جعلتنا ننشئ هذه المجموعة. ملف ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تضاعف أسعار الغاز الطبيعي كان حاضرا في قمة روما رغم عدم إدراجه في برنامج القادة، إلا أن آثاره السلبية ستدفعهم إلى إيجاد حلول بديلة. حتى وإن لم ينجح قادة العشرين في إيجاد حلول للكثير من القضايا المصيرية والعالقة، إلا أن الاجتماعات الجانبية تعبد الطريق نحو التهدئة بين دول كبيرة من مصلحة العالم أن تبقى متفقة لا مختلفة بين بعضها البعض. محمد الحجي، العربي، روما.